خلينا نتفق انه الحاله اللي الناس في مصر واصله لها النهارده وانتظارهم لمباراه، يعني احساسي النهارده انه ماتش مصر والجزائر مش في كاس العرب، تحس انه مباراه مهمه وجماهيريه وناس مستنيه وناس بتتكلم بعض، حاله مفتقدينها بقالنا كتير، يمكن عشان يكون او من فتره طويله يعني اول مره تحس ان المنتخب المصري داخل مواجهه تقيله، بقالنا كتير ما شفناش المواجهات دي، مع كل احترام طبعا لكل المنتخبات اللي احنا لعبناها، لكن يعني مصر والجزائر، منتخب مصر والمنتخب الجزائري تقدر تقول كده تاتا تات، دايما ماتشات دربيات، دايما ماتشات ما حدش يقدر يتوقع نتيجتها، حتى لو كانت في بطوله كاس العرب وحتى لو كانت من غير المحترفين في الملاعب الاوروبيه. باكد على حضراتكم برضو انه منتخب الجزائر منتخب محترفين، لانه عندهم 17 محترف، مش بيلعبوا في اوروبا، بيلعبوا في الخليج او في شمال افريقيا، لكن هم محترفين خارج الانديه الجزائريه. وبرضو انا بعتبر منتخب مصر منتخب محترفين حتى وان كانوا بيلعبوا جوه المسابقه المصريه، لانه الحقيقه المسابقه المصريه بتعتبر واحده من اقوى المسابقات وخصوصا كمان السنه دي. هنتكلم على مباراه مصر والجزائر، ونتكلم على الخطوه المهمه جدا في انتظار نادي الاهلي كمان يمكن حوالي 15 يوم، ماتش السوبر اذا لم يتم تاجيله، زي ما اتكلمت مع حضراتكم مع واحد من نجوم النادي الاهلي طبعا بيشرفنا في السادسه النهارده، كابتن احمد بلال. مساء الخير يا كابتن احمد. مساء الفل عليك يا محمد، نور الدنيا. الله يخليك يا رب، تسلم، انت اللي منور. حاسس بحاله ماتش مصر، يعني مصر ولبنان كانت الدنيا نايمه، مصر والسودان كانت الدنيا برضو عارف يعني مريحه هاديه، لكن النهارده الدنيا حاسس تحس انه يعني ماتش من الماتشات بتاعت منتخب زمان كده. بص، خد بالك الاجواء اللي كانت بتحصل في الماتشات الكبيره طبعا بمنتخب مصر ومنتخب الجزائر، والجزائر هي كانت سبب في ان احنا ما نروحش كاس العالم، وبعدين احنا رجعنا ردينا بطارنا وكسبنا الجزائر 4. الاجواء اللي فيها شحنات وكوره، خاصه كمان ان الجزائر دلوقتي في حاله جيده جدا 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 جدا. النهارده بتتكلم على فرقه بقى لها 35 مباراه لم تهزم. هل ممكن منتخب مصر يكسر الحته دي؟ هل ممكن منتخب مصر ينهي التفوق الكبير او سلسله الانتصارات على للجزائر في المباراه بتاعه النهارده ان شاء الله؟ ده اللي احنا كلنا بنأمله وبنتمناه. انت دايما مش عايز حد احسن منك في الكوره، يعني كلهم اشقائنا طبعا العرب، وكلهم يعني احنا بنحبهم وكلهم اخواتنا، لكن في كره القدم في تنافس. التنافس ده انت مش عايز الخصم بتاعك يروح لاقصى مكان وابعد حته وابعد مكانه، انت بالعكس عايز تقضي على الحته دي ككره قدم، يعني كلعبه فيها تنافس. يعني النهارده الجزائر بتستمتع بكل حاجه في كره القدم، بتاخد بطوله افريقيا، فرقه كبيره جدا، الماتشات الوديه كلها بتكسبها، ما اتغلبتش بقى لها 35 مباراه، بتحقق ارقام قياسيه كبيره جدا جدا. انت كمنتخب مصر سبق وان انت حققت ارقام كبيره وارقام قياسيه. أيوة. انت فزت ببطوله الامم الافريقيه ثلاث بطولات ورا بعض، او ثلاث دورات ورا بعض، 2006 2008 2010، اقصيت الجزائر وكسبتها 4. انت كنت بتمر بحاله كبيره جدا جدا اشبه بحاله الجزائر في الوقت الحالي. النهارده الماتش الناس بتبص له على ان انت منتخب مصر اللي عندك القيمه والقامه بتلعب منتخب الجزائر افضل فرقه في القاره، يعني لو جينا نبص على الفرق اللي موجوده وافضل فريق في افريقيا النهارده هتشوف ان الجزائر هي افضل فرقه في افريقيا. فانت النهارده المباراه مباراه تحدي ما بين فرقه كبيره جدا هي رقم واحد في افريقيا، وفرقه بتتحدى الفرقه الكبيره. الفرقه دي ليها اسم ولها تاريخ ولها باع كبير جدا في كره القدم، وهو منتخب مصر. فالمباراه النهارده بخلاف طبعا الاجواء والاحداث اللي بتحصل، وان هم خرجونا وان احنا في بطوله افريقيا كسبناهم، ففي مشحنات في كره القدم جيده، يعني أيوة. حاجه في كره القدم برضو في اطار الكره في الاطار التنافسي مقبول طبعا، في الاطار التنافسي. فانت النهارده عايز تقضي على فريق او على فرقه يعني بقالها فتره كبيره جدا متسيده قاره افريقيا. النهارده ماتش هيبقى صعب جدا، انت فرقه عندها حماس، بتلاقي برضه فرقه عندها حماس، يعني الجزائر والمغرب عارف ماتشاتنا معاهم كلها ماتشات حماسيه، كلها ماتشات فيها اثاره، فيها نديه، فيها كره قدم كمان، فيها تكتيك. النهارده كمان فرصه بالنسبه لنا ان نتفرج على كيروش. يعني المنتخب المصري النهارده من ضمن برضه الحاجات اللي الناس بتفكر فيها هو كاروس كيروش لاعب مين؟ طب خليني قبل ما اجي لكيروش دلوقتي، هاجي لك في كيروش وكره كيروش عموما وفي ماتش النهارده، بس انا عايز اسالك سؤال متعلق بالبطوله. يعني اذا سالنا مثلا اغلب الناس هيقول لك انه الاولويه بالنسبه لمنتخب مصر عندي اهم حاجه في الدنيا عندي توصلني كاس عالم. حلو. تاني حاجه بالنسبه لي بطوله امم افريقيا، يعني مش هطلب منك اللقب، يا سلام لو جبت اللقب، بس لو ما جبتوش ما تطلعنيش بدري بدري. حلو. وتالت حاجه في الاولويه هي كاس العرب. تمام. فالبطوله دي مش الاهم بالنسبه للجمهور. صح. عايزين نكسبها وعايزين نروح لبعيد، لكن السؤال هنا، وانت طبعا نجم كبير ولعيب يعني صاحب مشوار طويل في الملعب، تقدر تقيس نفسيه اللعيب، البطوله دي
تأثر معنويا على الاثنين اللي جايين؟ لا لا، يعني لو رحت لبعيد وكسبت اللقب تفرق معاك معنويا ونفسيا في أمم أفريقيا وفي تصفيات كأس العالم، والعكس الصحيح لو خرجت بدري بدري طلعت مثلا دور الثمانية وودعت البطولة تهز ثقتك أو تقلل على مستوى ثقتك بنفسك على تركيزك على حضورك في أمم أفريقيا وفي كأس العالم؟ بص، طول ما في فواصل في كرة القدم، طول ما الإيجابيات طول ما السلبيات ممكن ما تأثرش عليك قوي، لكن الإيجابيات تأثر. بمعنى النهارده منتخب مصر هيلعب البطوله، لو خرج من البطوله هترجع تلعب دوري عام تاني، تمام؟ فبالتالي اللعيبه هتخش في نفسيه مختلفه تاني، بالك نتائجهم في الماتشات اللي مع فرقهم هتقيس عليها معنويات اللعيبه فيما بعد لو في معسكر لمنتخب مصر تاني. لو في ايجابيه الموضوع مختلف، هتروح منتخب مصر رايح، لان خد بالك انت اللعيبه برضو النهارده ممكن ما تكونش بتلعب فول تيم، يعني النهارده ممكن يعني في لعيبه ناقصه عندك، صلاح مش موجود، النني مش موجود، تريزيجيه لسه يعني في مصطفى محمد مش اللعيبه المحترفه، مرموش مش موجود، ففي لعيبه النهارده مش موجوده، تمام؟ فما اعتقدش ان ده هياثر سلبا، لان انت بتتكلم في خمس عناصر اساسيه بالنسبه لمنتخب مصر. حجازي مش موجود كم، فخمس عناصر اساسيه حجازي مع المنتخب مع المنتخب الماتشات دي، لكن فبكلمك في اللعيبه المحترفه، في خمس عناصر اساسيين بشكل كبير ليهم تواجد وممكن يدوا المنتخب دفعه كبيره جدا، تمام؟ مش موجودين مع المنتخب النهارده، فما اعتقدش ان سلبا ممكن تاثر، لكن اسما هتاثر عليك. يعني هيتقال ان منتخب مصر دخل بطوله كاس العرب، مع احترامنا لكل المنتخبات، وبرضه في منتخبات كتيره جدا بتلعب بالسكند، ما بتلعبش بالفرقه الاساسيه، تمام؟ فدي هتبقى مقياس برضه ما بينك وما بينهم، ان انت برضه نفس الموضوع، انت برضه ما بتلعبش الفرقه الاساسيه وهم برضه نفس الموضوع. فانت النهارده الاحتكاك على المستوى المحلي هم افضل منك، ده معناه ان هم اللي جاي هيبقوا كويسين، او انت اللي جاي تبقى افضل منهم. هي دي المقاييس اللي انت بتقيس عليها، تمام؟ باختلاف كمان ان انت النهارده الفرق اللي داخله في البطوله دي كبطوله ككاس العرب كفرق افريقيه، لا فرق كبيره، يعني المغرب النهارده بتقدم مستوى رائع جدا. تمام، الجزائر بتقدم مستوى كبير، تونس بتقدم مستوى معقول، مش هنقول كبير قوي بس مستوى معقول. فانت النهارده برضو انت برضو بتقيس الفرق اللي زيك اللي بتلعب برضو اللي ما بتلعبش برضو فول تيم اللي عندها ناقص، بتقيس المنتخبات بتاعتها اللي جاي بالنسبه لها هيبقى عامل ازاي، هل هيبقى كويس، هل هيبقى قليل. الفرق السكند بتاعتها دي فرق عندها استعداد ان هي تغذي الفرقه الكبيره او تغذي المنتخب الاساسي بلعيبه على مستوى عالي. فانت النهارده بتقيس بالحته دي، هل منتخب مصر قدام احتكاك زي الجزائر فرقه بالنسبه لك انت المفروض ان انت زيك زي اللعيبه المحترفه بتاعتهم مش موجودين، او يعني اللعيبه الاقوياء بالنسبه لهم مش موجودين يعني بالظبط كده مش موجودين، وانت كذلك. فانت النهارده هتقيس بينك وبينها المستوى هيبقى ماشي عامل ازاي. تمام. اضافه زي ما انت قلت كده، انت عندك منتخب مصر عنده مباراه فاصله، يعني مباراه رايح جاي، يعني هوم اواي، بعد كده هتتحدد مع مين لصعود كاس العالم، هتبقى مباراه مهمه جدا النهارده برضو. هل ممكن لو لعبنا فرقه زي الجزائر احنا لسه برضو عندنا حته ان احنا هندخل وقلقانين وعندنا التوتر وعندنا العصبيه، وهل ممكن وازاي المدير الفني هيتعامل معاها كروش في الحته دي، انك انت لما تلعب لو جالك لا قدر الله الجزائر ولا تونس هتشتغل ازاي؟ تمام، هتشتغل بأني شكل بأني طريقه. ودي حاجه برضو مفترض انه كابتن ضيا وكابتن شوقي وكابتن حضري يقربوها للراجل، لانه الراجل ممكن يبقى مش فاهم، يعني هو بالنسبه له في بس هيفهم هيفهم النهارده هيفهم النهارده النهارده هيفهم. بس طبيعه المواجهات اللي مع شمال افريقيا ليها اعتبارات كتيره جدا، غير الفنيات طبعا، انا معاك في الحته دي، غير الفنيات تماما. فالنهارده هيفهم الحته دي، هيفهم ان انت لما تيجي تلعب الجزائر ولا تونس الموضوع مختلف، مش كوره بس، لا فيها كوره والتنافس، وهم عايزين ان هم دايما يتفوقوا عليك لان انت متسيد افريقيا كعدد من البطولات. فهم النهارده عايزين يكسروا الحته دي، يزودوا الحته دي، يخلوا هم النهارده يبقوا رقم واحد بالنسبه لافريقيا. انت المنافسه ما بينك وما بينهم، يعني ما بينك وما بين المغرب والجزائر وتونس، يعني انت شعوب عربيه في وضع طبيعي جدا، صح. تبقى المنافسه محتدمه ما بينك وما بينهم. هو النهارده كده المجموعه الثالثه مغرب واردن، خلاص خلاص مغرب اول واردن ثاني، يعني بعد صدرت هتقابل اردن، لو خدت مركز ثاني هتقابل المغرب. الاردن فرقه جيده على فكره، تمام، ولبنان برضو فرقه عجبتني جدا جدا من مفاجاه البطوله. طبعا انا بشوفها النهارده، يعني فرقه الحقيقه بتستمتع بكل حاجه في الكوره، يعني ما عندهمش اللعيبه اللي هم يعني الاي كلاس، تمام، ولكن عندهم لعيبه عندها روح عاليه جدا، تيم رائع جدا، تيم، هم تيم بيشتغلوا از تيم، يعني فاهم قصدي؟ هم فرقه فعلا بيشتغلوا في ملعب كفرقه، مجموعه رائعه جدا جدا، ماتشهم مع منتخب مصر ماتش جيد، ماتشهم مع السعوديه كماتش، يعني مع الجزائر اسف كماتش جيد جدا 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 بالنسبه لهم، وارهقوا الجزائر وارهقوا مصر طبعا طبعا، يعني فهي كانت مفاجاه بالنسبه لي المنتخب منتخب لبنان.
احنا هنلاعب الاردن، الاردن برضه فرقه جيده، فرقه بتعتمد على الاداء الجماعي برضه. أيوة. انت تقلق من الفرقه الجماعيه، ما تقلقش من الفرقه الفرديه، الا لو كانت فرقه جماعيه عندها تميز فردي. عندها تميز زي الجزائر كده مثلا. فرقه جماعيه منظمه عندها تميز فردي، هي دي الحته دي الفرقه اللي تقلق منها بشكل كبير جدا. لكن الفرقه اللي بتشتغل بنظريه مثلا، يعني انا هقول لك مثلا زي ما احنا كنا بنشتغل بنظريه محمد صلاح، هو ده اللعيب الوحيد اللي بيشتغل عندنا. ويلا يلا ابو صلاح، زي ما يعني زي بيحصل زي ما حصل في بطوله افريقيا، وصلاح كان عليه رقابه شديده جدا جدا جدا، هتلاقي نفسك انت كمنتخب قليت، فقدت جزء كبير جدا جدا من. بس المنتخب النهارده يعني مع كامل التقدير والاحترام، ما حدش يختلف على موهبه محمد صلاح ولا امكانياته، لكن قماش المنتخب النهارده على الاقل هجوميا، وانت تقدر تقيم لنا ده بقى عندك فيها اوراق يعني تمثل قوه ضربه كبيره، ما حدش يقدر ينكر طبيعي. لو في حالتهم صح، احنا بنتكلم على ان هم توب فور وجاهزين، لا انت عندك النهارده ممكن نحط خمس ست اسماء يعني تبقى مرتاح جدا وانت بتختار اوراقك الهجوميه في اي مباراه. انا معاك في الحته دي جدا جدا. انت النهارده مرموش، محمد صلاح، مجدي قفشة، عبد الله السعيد، يعني مصطفى محمد لو محمد جاهز. شريف طبعا، محمد شريف طبعاً. مصطفى هو بيلعب شريف يعني ناحيه الشمال، بس لو احتاجوا فرود هلعب كفرود طبعا. يعني عندك قماشه جيده جدا قدام، بس انت بتقيس على مين برضو؟ بتقيس على انهي فرق؟ هل انت بتقيس على الفرق السي كلاس يعني تمام؟ يعني انت النهارده انجولا دي يعني فرقه، معلش انا اسف، يعني مش يعني فرقه مش في الخريطه في كره القدم يعني. يعني مش مصنفه ان هي تاخد بطوله او تروح لكاس عالم او مش مصنفه. انت بتقيس نفسك النهارده كمنتخب مصر على الفرق الخمسه الاوائل اللي هم اللي ممكن يحصلوا على بطوله افريقيا او سوري قصدي اللي يصعدوا كاس عالم او فعلا يحصلوا على بطوله افريقيا. طيب هسالك سؤال اجابته باه او لا، وهرجع احط تفاصيل بعد الفاصل. بطوله كاس العرب وبطوله امم افريقيا استعداد كافي للمرحله الاخيره من تصفيات كاس العالم، ولا يحتاج لاستعداد من نوع خاص؟ لا استعداد طب اوكي ولا لا اوكي طبعا 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 طبعا. طيب خلينا نسمع التفاصيل من كابتن احمد، بس اسمحوا لنا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم. كان سؤالي للكابتن احمد، يعني خدوا بالكم انه كاس العالم او المرحله الاخيره من كاس العالم مش بعيده، احنا بنتكلم على مارس، وبالتالي انت بتتكلم على 3 شهور عندك فيهم ارتباطات كبيره جدا. الفرصه الاولى هي كاس عرب، وبعد كده تروح امم افريقيا، وفي النص هيبقى فيه شويه حاجات كده تفاصيل، سواء مشاركه الاهلي في سوبر افريقيا، مشاركه الاهلي في كاس عالم انديه، وبالتاكيد طبعا استمرار الدوري. ولكن هل شايف انه، وده كان سؤالي، هل شايف انه البطولتين دول استعداد كافي لمنتخب مصر قبل ما يروح المرحله الاخيره قبل القرعه؟ طبعا احنا مش عارفين لسه هنلاعب مين لغايه دلوقتي، وان كنت انا بشوف انه اي فريق من التسعه هيستوجب علينا استعداد بشكل كويس جدا. في ناس تقول لك لا لازم يبقى في لقاءات اوروبيه، يعني ما نكتفيش بس بالبطولتين دول، مع ولا ضد الفكره دي او الراي ده؟ لا انا معاك طبعا، يعني دول هيبقوا استعداد قوي جدا جدا بالنسبه لك. هو انا للعيبه اللي مش محترفه، فهي عندها احتكاك جيد جدا في بطوله كاس العرب، احتكاك قوي ابتداء من مباراه بكره، بعد كده تروح للدور الثمانيه، بعد كده دور ربنا كرمك السيمي فاينل والفاينل، فهتقيس نفسك حتى كمان عربيا انت رحت فين. ما هو انت برضو ما تقولش انا اللعيبه مش عندي، ما هو برضو نفس الفرقه اللعيبه الثانيه مش عندها. النهارده المنتخب السعودي بيلعب تقريبا بالسكند كله تقريبا كله منتخب شباب. طبعا كله منتخب الشباب يعني تمام. بطوله افريقيا طبعا مختلفه، لان فيها كل العناصر، كل الفرق موجوده، كل اللعيبه المحترفه بتاعتها بتستدعيها، فهتبقى برضو بطوله قويه جدا جدا جدا. انت خد بالك على ملعبك وفي وسط جمهورك، البطوله اللي فاتت تخرجت من دور ال 16 وفرقه كانت غير مصنفه او غير مؤهله ان هي تاخد بطوله، تصعد للادوار السيمي فاينل في بطوله افريقيا، وحتى كمان لبطوله كاس العالم، طلعت من جنوب افريقيا في دور ال 16 على ارضك على الممور. ملعبك وفي وسط جمهورك ومعاك كل اللعيبه المحترفه بالنسبه لك، فكانت نتيجه غير جيده بالنسبه للمنتخب المصري. وده المقياس. المنتخب النسخه اللي انت بتتكلم عليها دي تختلف عن النسخه اللي موجوده معانا دلوقتي؟ لا على الاطلاق. ليه هتختلف؟ ليه عشان يعني انت تلعب بره ملعبك يعني قصدك؟ لا من حيث المستويات، من حيث الاداء الجماعي، من حيث القدرات، من حيث كارلوس كيروش. ما هو انت برضو خد بالك انت المقياس بتاع كارلوس كيروش مش هنقيسه برضو، قلنا على ليبيا وعلى انجولا يعني هتقيسه على ايه يا كابتن؟ ما ينفعش يبقى ده المقياس. هتقيسه على ايه؟ تقيسه على الجزائر والمغرب؟ نقيسه على الجزائر، نقيسه على المغرب تمام، نقيسه على الجزائر، نقيسه على المغرب، نقيسه في بطوله افريقيا مع غانا، مع تونس، مع كوت ديفوار، مع نيجيريا. دي الفرق. هو انت النهارده عشان تصعد كاس عالم هتلاقي واحد من مين؟ واحد من التوب فايف صح؟ مظبوط. اللي هم مين؟ تونس، المغرب، الجزائر، السنغال، نيجيريا. فرق قويه جدا 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 جدا، ما فيش فرقه هتتهاون معاك، خاصه
في الصعود لكاس العالم، مفيش رؤيه تتام. فانت لو كسبت وربنا كرمك ان شاء الله هتبقى اخذت الكلام، اخذت او صعدت بمجهود غير طبيعي وبتركيز غير طبيعي. فالنهارده كارلوس كيروش عشان نقيس مدى قدراته فعلا الفنيه فلازم نقيسها مع فرقه من الفرق الكبيره دي، فرقه تقيل. سريعا جدا عشان عايز اتكلم بقى على ماتش النهارده بالليل واشوف رؤيتك للطريقه للتشكيل وازاي مجيد بوقره هيفكر في المباراه وازاي كارلوس كيروش برضه هيفكر في المباراه، وهنسمع تصريحاتهم بالمناسبه في المؤتمر الصحفي. لكن انا ما قلتكش وما شرفتناش في السادسه من يمكن من قبل ما تولى كيروش المسؤوليه، فعايز اسالك مزبوط. فتره تعتبر كويسه قدرت تقيم الراجل، تحط حسيت بفارق في شكله وفي شخصيه المنتخب مع كارلوس كيروش عن المرحله اللي كان فيها قبل كده كل المديرين الفنيين مش بس كابتن حسام بدري. بص الراجل عنده شخصيه، خد بالك ان انت لما توصل لمرحله انك تشتغل ريال مدريد مانشستر يونايتد الفرق الكبيره يبقى انت راجل عندك شخصيه، فاهم قصدي؟ واي اهم حاجه يتميز بها المدير الفني يكون عنده شخصيه مع اللعيب في الاختيارات، ما يفرقش معاه القيل والقال. بمعنى النهارده لما يبقى انت معجب بيه بقى كابتن احمد، لا انت يعني انا ما فيش بيني وبينه حاجه. انا بقول لك الراجل اكتر حاجه واضحه فيه هي الجزئيه اللي انت بتتكلم فيها شخصيته دي. يعني دي مهمه جدا جدا، كيف تتعامل مع النجوم تمام، وكيف تدير المنتخب. منتخب مصر بتتكلم على لعيبه محترفه، ممكن ما تفرقلهاش ان هو يجي المنتخب او ما يجيش، ممكن ما تفرقلوش يعني، مع ان شرف طبعا كبير جدا ان اي لعيب في العالم يرتدي تيشيرت المنتخب بتاعه، بس اقصد ان في ماتش من الماتشات ممكن يبقى في خناقه بينه وبين المدرب وما يفرقش معاه انه يجي يلعب مباراه وديه او مباراه مثلا تحصيل حاصل او مباراه في الاستعدادات هكذا يعني. لكن لازم عشان كده يستدعي على او حاجه من الحاجات الاساسيه والرئيسيه جدا ان المدير الفني للمنتخب يبقى عنده شخصيه قويه، يبقى عنده كاريزما، مش اللعيبه بتخاف منه بس بتحترمه، تحترم قراراته. طب ده في ناحيه الاداره، لكن الكوره هل حاسس انه الاداء فنيا منتخب مصر اختلف او اتطور؟ اختلف الفتره اللي فاتت، اختلف كتير. الراجل واضح انه بيبص كتير، بيتفرج، بيقيم، وده شيء جيد جدا بالنسبه لنا احنا كناس بنحب منتخب مصر او كناس سبورتد لمنتخب مصر تمام. واضح ان هو اللي بيأدي بشكل كويس مكانه موجود في المنتخب، بيدي فرص كتيره للعيبه كتيره جدا جدا. واضح انه عايز يشوف اللعيبه اللي انت بتتكلم على قوام منتخب بتشكل من 8 انديه تقريبا. طبعا ما هو عشان كده بقول لك النهارده بياخد حد من بيجيب من كل الفرق بالظبط، البنك الاهلي جاب بالظبط كده، يعني بيجيب من سموحه فرق. بيجيب لعيبه من يعني عنده يعني مفتوحه بالنسبه له، الاختيارات مفتوحه، مين بيلعب كويس، مين لفت انتباهه، فبالتالي هيديله فرصه مع منتخب مصر. اي نعم مش كل اللعيبه دي هتروح لبطوله افريقيا ولا كل اللعيبه دي هتشارك في الماتشين بتوع الكواليفيكيشن تمام، لكن فرصه جيده حتى كمان تدي فرصه للعيبه انه يبقى عنده رغبه وطموح في انه يروح لمنتخب مصر. انت ساعات المدربين بتقفل على انديه محدده او لعيبه محدده، فما بيديش فرصه للعيب كمان انه يبقى عنده طموح يروح المنتخب، فدي حاجه جيده جدا في كارلوس كيروش. طيب تعال نشوف، بما ان الكلام على كيروش تعال نشوف كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ومحمد الشناوي كابتن المنتخب قالوا ايه في المؤتمر الصحفي قبل مواجهه الجزائر النهارده، ونرجع نتكلم على المباراه وتفاصيلها وتوقعات كابتن احمد بلال ليها النهارده ان شاء الله. نحن نتطلع إلى هذه المباراة، ستكون بالتأكيد مباراة مثيرة وجذابة لمشجعي كرة القدم. أعتقد أن كلا الفريقين موجودان هناك من أجل النرد في ربع النهائي، هذا ما نحن عليه. سنحاول تقديم أفضل ما لدينا غدا كما هو الحال دائما، وبالطبع التفكير والتحضير للمباراة الحاسمة والمهمة في ربع النهائي. طبعا المباراة طبعا هتبقى مباراة كبيرة بين منتخب مصر ومنتخب الجزائر، اكيد طبعا بتبقى مباراه زي انا قلت امبارح بعد الماتش، اول امبارح بعد الماتش قلت ان هي نهائي مبكر ان شاء الله. يا طبعا هم طبعا زي هم بيحترمونا احنا بنحترمهم، وان شاء الله نعمل مباراه كويسه بكره ونركز على الحاجات التفاصيل الكوتش هيتكلم معانا فيها، وان شاء الله ننفذ زي الماتشين اللي فاتوا بالظبط يعني، وربنا يكرمنا كده ويبقى معانا التوفيق بكره ان شاء الله. لعب جيمين يعني خلينا نقول ماتش لبناني يعتبر متوسط المستوى، المباراه الثانيه الحقيقه يمكن الاداء الافضل لكارلوس كيروش اداء ونتيجه من اول ما تولى المسؤوليه في مواجهه السودان. توقعاتك لماتش النهارده، وهل متوقع انه يلعب بنفس الطريقه اللي لعب بيها في بدايه البطوله قدام لبنان وبعد كده السودان، ولا جزائر مطلوب يبقى ليها حسابات ثانيه؟
خد بالك كل مدير فني بيحاول يقرا الفرقه اللي بيلعبها. يعني اللعب قدام السودان اكيد هيبقى مختلف تماما عن اللعب قدام الجزائر. يعني لبنان والسودان طرق اللعب مختلفه شويه، يعني هتبقى عن الجزائر. انا بتلعب فرقه عندها سرعات، عندها خبرات، عندها طموح، كسبت، فبالتالي فرقه مؤهله تمام زيك بالظبط الربع النهائي. فانت النهارده قدام فرقه برضو تكاد تكون على نفس القدر من الامكانيات والقدرات البدنيه والقدرات المهاريه. كارلوس كيرش قدام لبنان وقدام السودان كانت الامور سهله بالنسبه له. وخد بالك انت الامور بتتسهل داخل الملعب، داخل الملعب مش في قبل المباراه، مش قبل المباراه. يعني قبل المباراه كل مدير فني بيبقى عنده حسابات مختلفه شويه. حاله اللعيبه في الملعب او حاله فرقتك وحاله الفرقه كمان اللي بتلعبها هي دي بتبقى الفاصل في الموضوع او الحاسم في الموضوع. النهارده انا هننزل النهارده لاعب الجزائر، هل لعيبه الجزائر فايقه النهارده؟ هل النهارده بينفذوا التعليمات بشكل جيد؟ هل انا كمان لعيبتي انا كلاعيبه منتخب مصر النهارده الحاله بتاعتهم بدنيا وحتى كمان معنويا وقدراتهم النهارده في حاله من الفوقان؟ انت بتبقى حاسس بلعيبتك، لكن انت بترسم شكل تمام بناء على الخمس ست ماتشات او الثلاث ماتشات او الماتشين الاخرى اللي هم الجزائر لعبتهم، وبعدين بتبني عليه، بتقول والله انا عندي نقاط الضعف عندهم في الحته مثلا الباكين الطرف، عندي في القلب عندهم مشكله، هبني على الحته دي، محتاج نشتغل كروسات كتير، لا محتاج نشتغل كرات طوليه، محتاج نشتغل في العمق اكتر. انت كمدير فني بتبني في الحته دي. طيب علامات الاستفهام مرتبطه بعناصر التشكيل، لان احنا لعبنا الماتشين تقريبا بتشكيلين مختلفين مظبوط. علامه الاستفهام مرتبطه بغياب قفشه، لانه قفشه النهارده طبعا مش موجود مع المنتخب، ودي اعتقد برضو هتمثل شويه صداع بالنسبه لمستر كارلوس كيروش. هسالك على شكل والطريقه والتشكيل الانسب لمواجهه الجزائر، بس خلينا نروح برضو نسمع منتخب الجزائري، لانه اعتقد برضو هم شايلين هم مواجهه المنتخب المصري. نشوف المدير الفني مجيد بقره مدير فني لمنتخب الجزائر قال ايه، ونرجع نكمل كلام مع كابتن بلال. ديفيت maintenant nous avons un match dernier match de groupe contre l'Egypte. تأهلنا بعد مباراتين والان لدينا مباراه واحده، مباراة واحدة أخيرة في المجموعة أمام مصر، نتساوى في كل شيء مرة أخرى. أعتقد أن المباراة ستكون شديدة للغاية وذات مستوى عالي، إنها مباراة مهمة للغاية للجماهير، المباراة مهمة أيضا للاعبين حتى نكون في مقدمة المجموعة، لذلك كل شيء جاهز لمواصلة التقدم والتفوق على أنفسنا. نحن نعرف الفريق الذي سنواجهه ونعرف أنه فريق لم يستقبل هدفا مثلنا وسجل نفس عدد الأهداف مثلنا، فريق معتاد على اللعب معه، فريق ذو خبرة مع مدرب متمرس، لذلك نحن نتوقع مباراة كبيرة، وأعتقد أنه من جانبهم أيضا يتوقعون مباراة كبيرة، وهم يعرفون أن لدينا أيضا الجودة لمحاولة الفوز في هذه المباراة، لذا إنها مباراة ديربي لطيفة. مواجهة قوية كمان على مستوى المديرين الفنيين، سواء مجيد بخرة طبعا مدير فني منتخب الجزائر او كارلوس كيروش طبعا مدير فني لمنتخب مصر. الجزائر شايفه يعني تصريحات مجيد بخرة واضح انه عامل اعتبار كبير جدا لمنتخب مصري، واضح كمان انه واثق في لعيبته كمان، يعني مش عايز اقول زياده عن اللزوم، بس يعني التون اللي بيتكلم فيه كانه يعني انه داخل ضامن انه يتصدر او عايز يتصدر المجموعه. يعني بص طبعا واضح من التصريحات ان هو اولا عايز يبعت رساله يقول انا بحترم منتخب مصر، نفس الرساله بيقول ان انا المنتخب الجزائري القدرات بتاعته عاليه وانا بثق في قدرات فرقتي وامكانيات فرقتي ولاعبتي ومدى حظوظنا للفوز بالمباراه. يعني هي بتبقى خد بالك في بعض الاوقات جيم بالظبط بره الملعب، جيم بره بين مدير فني ومدير فني. يعني مستر كيروش ما يعرفش الاجواء في افريقيا بتمشي ازاي، وان في حروب مش حروب يعني حروب تنافسيه قصدي يعني تمام قبل المباريات في المؤتمرات الصحفيه وفي التصريحات وما الى ذلك. لكن عايز اقول ان دايما المدير الفني الجيد هو اللي يبقى تصريحاته داخل الملعب محققه، يعني يقدر يحقق التصريحات او نسبه كبيره. انت مش هتحقق كل التصريحات بتاعتك يعني او كل ما تتوقعه مش هتحققه داخل الملعب، لكن المدير الفني الجيد هو اللي لما يتكلم في تصريحات او يدلي باي حاجه تنفذ او يتنفذ جزء منها كبير داخل الملعب، سواء كان بطريقه اللعب او بالمكسب او الاسبيريت الروح بتاعه اللعيبه او بالاداء الفني والاداء الجماعي، كل الحاجات اللي بيتكلم عليها دي يعني تلاقي جزء كبير منها داخل الملعب. اتمنى
انت قلت حاجه مهمه جدا، قلت منتخب مصر لعب بتشكيلين مختلفين. أيوة. تمام، مباراه لبنان بتشكيل، مباراه السودان بتشكيل مختلف، لكن انت تقدر في الماتشين انك فعلا تنوع، لان برضو الفرقه اللي قدامك بالنسبه لك كمقياس قليل، يعني فرق يعني ككره قدم طبعا يعني تاخد راحتك يعني. بالظبط براحتك يعني. هتدلع براحتي يعني. هحط ده اجيب ده كده كسبان حتى لو كسبت بصعوبه. انت النهارده مع فرقه لا هتعمل حساباتك بشكل كويس يعني، هتعمل حساب، لان كمان الناس اكيد يعني كابتن ضياء سيد ومحمد شوقي والناس ووائل جمعه والناس اللي حواليه اكيد راسمين له صوره عن مدى اهميه مباراه الجزاء، حتى لو مباراه وديه. انا يعني النهارده حتى لو المباراه دي مش في كاس العرب، مباراه وديه هيبقى ليها اهميه كبيره برده جدا جدا تمام. جدا تمام. انت منتخب مصر برده انت بتبني، انت وانت شغال بتبني ان انت برده عايز تعلى بالتصنيف فيما بعد يعني، مش أيوة. مش بالضروره ان انت عشان كاس العالم بتكلم فيما بعد، فعايز دايما تكسب. المدير الفني كمان عايز يبقى عنده ثقه في نفسه وفي قدراته وفي لعيبته. النهارده لما العب في كاس العرب العب السودان وليبيا اكسب، السودان قصدي ولبنان، فاكسب واجي العب الجزائر فتغلب، فيبتدي النهارده يبقى عنده شكوك تمام، ويبتدي النهارده عنده تساؤلات. انا لما اجي قدام الفرق الكبيره واكسب يبقى النهارده هل الاعلام المصري هيبص لي بصه مختلفه شويه قدام الفرق الكبيره انا نزلت او اتغلبت او المستوى ما كانش قد كده، خاصه انه لقى انتقادات كبيره جدا في ماتش لبنان. يعني مع ان فرقه لبنان فرقه يعني احنا قلنا هو فرقه كويسه بس مش فرقه مصنفه معاك، فلما تأدي بالاداء ده وتلاقي انتقادات يبقى واضح او دي مسج للمدير الفني ان لا يعني لما هتأدي بشكل سيء او النتائج بتاعتك هتبقى سيئه هيبقى في اعلام بينتقدك يعني، فاهم قصدي؟ فخد بالك من الحته دي. فالنهارده تسمح لي اكلمك في الجزئيه بتاعت الاعلام دي، ايه المطلوب من الاعلام لما في المرحله دي؟ يعني مستر كيروش احنا عارفين انه الوقت ما كانش في صالحه لما تولى المسؤوليه، وعنده محكين في منتهى الصعوبه قريب جدا، امم افريقيا وكاس وتصفيات كاس عالم المرحله الاخيره، وبالتالي الراجل عايز يشتغل بسرعه ويجرب بسرعه ويقدر يكون او يشكل منتخب يوصل بيه في الاثنين دول لابعد مدى. طبعا كاس العالم ما فيش يعني، هو عارف انه مصريين جايبينه اساسا عشان كاس طبعًا العالم طبعًا طبعًا. المطلوب من الاعلام في الفتره دي ازاي يدعم المنتخب، وازاي يبقى حتى لما يبقى في مساحه للانتقاد تبقى مساحه انتقاد ايجابيه، لانه الحقيقه كل ما بيبقى في انتقاد لاي ماتش او اي مباراه مع مستر كيروش بيتكلموا على فكره ليه الاعلام بيهاجم كيروش طول الوقت، راجل لسه ما خدش فرصته، راجل ايه المطلوب من وجهه نظرك كابتن بلال؟ بص هقول لك على حاجه. اولا طالما انا كمدير فني قبلت مهمه يبقى لازم اقبل بايجابياتها وسلبياتها. ما ينفعش ان انت تديني يعني، ما ينفعش انا اقول لك تعالى فانت تقول لي انا جيت فتقول لي لا ما اديتنيش فرصه، لا مفيش الكلام ده. تعاقدت مع المدير الفني وانت بتتعاقد معاه لاسباب، انت بتتعاقد ان انت عايز النهارده توصل لابعد مكان في بطوله افريقيا وتوصل لكاس العالم، ولا بتتعاقد معاه بتقول له تعالى ابني لي فرقه؟ تختلف يعني الكلام ده يتصير فيه. انت عارف الاجابه على السؤال ده؟ يعني هل تم الاعلان احنا لقد تعاقدنا مع مستر كارلوس كيروش الخبير العالمي والمدير الفني ذو الخبره الكبيره جدا والسيفي المحترم جدا عشان يفوز ببطوله افريقيا، عشان يوصلنا كاس العالم؟ ما هو لازم يبقى ده الكلام ده معلن، ما محدش كلم. انت النادي الاهلي النهارده لما بتتعاقد مع فرقه مع مدير فني أيه. تتعاقد مع ليه؟ عشان يفوز بكل البطولات، فبيبقى جاي المدير الفني عارف انه لو ما كسبش هيمشي. قولا واحدا الامور برضه في المنتخبات مش مختلفه، خاصه انت برضه انت منتخب مصر منتخب كبير يعني مش منتخب صغير، هتبتدي تبني واحده واحده وتشوف فرق الناشئين والقطاعات ومنتخبات الناشئين والمنتخب الام بتبتدي تبني واحده واحده، فانت بتتعاقد مع المدير الفني تمام، وانت بتتعاقد معاه لازم بتحط انت وهو هدف بتشتغلوا عليه. انا يا جماعه النهارده انا جايبك ليه؟ انا انت تروح تعاقد وخلاص عشان حسام بدري فشل؟ هو راجل حتى شخصيا بصرف نظر انه اللي تعاقدوا معاه ما قالوش ده بشكل واضح، لكن هو راجل قال لك انا هدفي الوصول مع منتخب مصر كاس العالم. اذا في هدف. طب لو ما وصلتش؟ هو السؤال مش لو ما وصلتش، هو السؤال ماذا لو اخفى كيروش مثلا في بطوله امم افريقيا؟ طب هيبقى الاخفاق في كاس العالم وارد. يعني هو اساسا السؤال هنا هل هيستمر طبيعي. هل هنبقى مجبرين على استمراره مع المنتخب، ولا هل ممكن يبقى في قرار تصحيحي في الوقت ده؟ لا ما هو تصحيح ما فيش وقت. انت البطوله امتى؟ البطوله في يناير، هتخلص في فبراير 2، يبقى الماتش في 3. ماتش فانت ما عندكش حل يعني، ما عندكش حاجه مثلا يعني فتره من الزمن هتلعب فيها ماتشين والدين فهتجيب مدير فني تاني لا خلاص ما اعتقدش. انت جايب الراجل ده علشان صعود كاس العالم وعشان تحقيق نتائج ايجابيه جيده
في بطوله امم افريقيا. عنده المساحه، عنده المساحه، عنده الشغل اللي يشتغل فيه. عنده النهارده عندك بطوله كاس العرب، وقبل كده كان عندك ثلاث ماتشات في تصفيات كاس العالم. لا عندك تشتغل، عندك مساحه تشتغل، عندك فرصه انك تتفرج. اللعيبه بتلعب لعيبه يعني مدير فني منتخبات غير الانديه. النادي بتحتاج اللعيب عندك كل يوم عشان تعلمه وتديله وتشوفه وتتفرج عليه وتقومه، لكن انت عندك مساحه الرؤيه ومساحه الاختيار مفتوحه. فبالتالي انت عندك فرصه انك تجيب من الاهلي ومن الزمالك ومن الاسماعيلي ومن انبي ومن الترسانه، عندك فرصه كبيره جدا، عندك المساحه مفتوحه، وتجيب اللعيبه المحترفه. فما تجيش تقول انا اخترت واحد ويجي في بطوله افريقيا مثلا لا قدر نطلع من التصفيات الاولى، وبعدين تيجي تقول لي لا والله ده احنا جبناه عشان نجرب. يبقى لازم تعلن انت كاتحاد كوره، تقول ان انا اخترت الراجل ده عشان نبني فرقه لمنتخب مصر والله ل 2025 خلاص. بس انت تبقى معلن عشان الدور اللي انت بتتكلم عليه والسؤال اللي انت قلته الاعلام بقى. طب انت هتخاطب الاعلام ازاي؟ او انت عايز الاعلام يخاطبك ازاي؟ لو انت النهارده متعاقد معايا عشان اروح في بطوله افريقيا الحته كويسه، يبقى انا هنتقدك في كل مباراه بتأدي فيها بشكل مش جيد، لان انت بتتكلم على فرقه المفترض ان انت متعاقد مع المدير الفني عشان يبقى بطل، تمام، وعشان يروح لكاس العالم. فانا سبورت ليك في كل الحاجات. اتفضل، عايز تقول حاجه؟ مجدي قفشه، عشان الوقت بس يهمني اجاوب على سؤال ماتشات النهارده. مين البديل يعني؟ غياب مجدي قفشه اعتقد هيكون مؤثر جدا النهارده، رغم انه ما ابتداش المباراه الاخيره، ممكن عشان زي ما انت قلت الراجل ضامن انه يلعب جيم سهل فبيجرب حاجات كتيره. مين البديل الامثل لمجدي قفشه في ماتش النهارده؟ بص، مش هتقدر تقول البديل، انت ممكن تقول منتخب مصر ممكن يعني هل ممكن الراجل يبقى ممكن يبقى فليكسبل يعني في الحته دي، يغير الطريقه، يلعب ب4-3-3؟ هل ممكن يشتغل هل ممكن يبقى عنده الفكر ده قدام الفرقه الكبيره كمان؟ ده اللي هنشوفه يعني، ده اللي ممكن نشوفه. ساعات في لعيب ممكن يخليك تغير فكرك خالص، يعني لعيب وجوده في الملعب يخليك او عدم وجوده في الملعب يخليك تغير فكرك تماما من 4-2-3-1 ل4-3-3. انت عندك لعيبه في الحته اللي قدام لعيبه جيده، مجدي قفشه، عبد الله، عندك مصطفى فتحي لعيب كويس ممكن يقوم بالحته دي. ده سؤالي اللي جاي، مين ممكن مصطفى يقوم بالحته دي بشكل كويس؟ مين عجبك؟ مين قدم على المنتخب؟ انا بحب مصطفى فتحي كويس، يعني لعيب جيد وامكاناته جيده. مصطفى فتحي لعيب جيد وامكاناته جيده، بيلعب على الجول كويس. فايق الفتره اللي فاتت دي ممكن يبقى بديل جيد بالنسبه لك، لعيب عنده مهارات وعنده ثقه في نفسه، لعيب كويس يعني، ممكن يبقى البديل. مش هيبقى في نفس المستوى ولا بنفس الفكر، لكن ممكن يبقى بديل جيد. تمام. التشكيل الامثل لمواجهه الجزائر النهارده يغلب عليه ايه؟ التوازن يغلب عليه؟ ولو ممكن تحط لي اسماء يعني، مين يلعب يبتدي النهارده ماتش الجزائر؟ بص هقول لك على حاجه، يعني انا احب لما تلعب ماتش مع فرقه زي كده يبقى عندك بالانس يعني، تمام، يبقى عندك عندك توازن حتى في اختياراتك للعيبه، يعني زي ما بنتكلم كده. لو خرج لعيب بمواصفات هجوميه كبيره جدا، ما تجيبش لعيب يعني، لازم تجيب لعيب تاني برضو يعني بنفس يعني قريب جدا من الكواليتي من الكواليتي بتاعته. يعني انا المدافعين لا اختلاف عليهم، تمام، مع وجود ال اكرم يرجع النهارده. انا شايف ان اكرم يرجع. طبعا. وفتوح في الشمال ولا ايمن؟ ايمن اشرف وهو فتوح. هو فتوح لعب الماتشين، وايمن يمكن يتوظف في حته ثانيه ما لعبش فيها قبل كده، بس وارد انه ايمن يكون موجود برضه. بص اعتقد هيلعب فتوح النهارده. فتوح النهارده. اعتقد هيبقى فتوح موجود النهارده. انت برضو يعني من اللعيبه اللي بتعجبني او اللي بقى لها فتره ماشيه بشكل كويس، عمرو السوليه، لعيب بيأدي بشكل واحده من احلى ماتشاته اللي قدمها مع منتخب الماتش الاخير ده الحقيقه. طبعا طبعا، حاله نضج كده وتقل في الملعب. وانا مع كيروش، انا يعني ابتديت يعني اثق فيه لما ما اختارش طارق حامد الحقيقه. تمام. ايه المبرر؟ طارق حامد لعيب بيقللك في الملعب، لعيب بيقللك طبعا عكس يعني اللي بيتقال انه نفس زياده او رئه ثالثه مع المنتخب. رئه ثالثه لا، بيقللك فنيا، بيقللك لعيب في الملعب. القدرات والمواصفات الهجوميه بتاعت اللعيب رقم 8 ده مش موجوده عند طارق حامد، خد بالك. انا يعني انا ما عنديش خلاف شخصي معاه على فكره، ولا مش عشان هو في الزمالك ولا حاجه. انا قلت لك من شويه مصطفى فتحي كويس، صح؟ مظبوط. قلت لك ممكن يبقى بديل. لا ده منتخب يعني، بتكلم على منتخب بالنسبه للالوان فنيا. تمام. اما تيجي تتفرج، ما هو بيلعب بنفس، هو زي اليو ديانج بالظبط في الاهلي، تمام، او زيه زي مثلا يعني. بالظبط. لكن بص القدرات الهجوميه والفوارق اللي بيصنعها اليو، والفوارق اللي بينه وما بين طارق حامد، فاهم قصدي؟ فانا قناعتك من المدير الفني بالاختيارات ساعات يعني تقول ايه الراجل ده بيفكر كويس،
فاهم قصدي في الحته دي. قبل ما اسمع راي الناس في ماتش او توقعات الناس ماتش النهارده، يعني مين يسمع منك بقى، انت كنت مهاجم يعني من المهاجمين التقال، مين اهم ثلاث اسماء، مين اهم ثلاث فراوده في مصر النهارده من وجهه نظر كابتن بلال؟ يعني شريف كهداف دوري في اكيد واحد من اللعيبه المهمه جدا في منتخب مصر. يجي مصطفى محمد بعديه، وان كان بيمر بحاله من عدم التوازن في الوقت، عدم ثبات المستوى وثبات المستوى في الوقت الحالي، وهيرجع الزمالك لا هيكمل في تركيا والامور يعني مش جيده بالنسبه له. هو الراجل شايف ان مروان حمدي لعيب لا انت يا كابتن احمد ماليش دعوه بهو، انا شايف مصر كلها يعني مش عايز اقول مصر كلها بس ناس كتير جدا شايفه انه مروان كان بدري جدا عليه الانضمام للمنتخب وما قدمش. هو راجل مش مركز، شاغل باله بحاجات كتير يعني. لا انا بشوف الاثنين دول بس، معنديش تالت. معنديش تالت مش ممكن يا كابتن، معنديش خيار. حد لفت نظرك؟ لا ما عنديش خيار تالت، ما فيش حد تالت خيار تالت في المنتخب للاسف. خلينا نشوف الناس توقعات ايه، رايها ايه في ماتش النهارده والمواجهه وتوقعاتها لنتيجه المباراه مع كابتن بلال. طب هو الاسم يمكن مش واضح قوي، 2-1 لمصر، نتمنى ان شاء الله باذن الله. 3-2 لمصر، ده عوني. عندنا محمد فتحي بيقول ان شاء الله الفوز المنتخب على الجزائر بنتيجه 2-1، الناس منشنه على 2-1 مش عارف ليه، اهلاوي افتخر. عندنا احمد صديق، فوز منتخب مصر 2-0 ان شاء الله. محمد شريف وعمرو السوليه، اهلاوي افتخر برضو. السيد محمد هيبه، ان شاء الله المنتخب يكسب 2-0 وان شاء الله نكسب البطوله. 1-0 لمصر ان شاء الله، ده يوسف عادل. 2-1 لمصر، محمد سليمان. محمد تامر بيقول 2-1 لمنتخب مصر، نتيجه الريكورد 2-1 ان شاء الله مصر، ده تيتشو الاهلي. محمود عفيف، ان شاء الله مصر هتفوز 2-1. الناس متفقه على 2-1 يا كابتن بلال. في اهداف يعني واضح ان في محدش قال 0-0، محدش قال 1-1. نتمنى التوفيق والفوز لفريقنا المفضل منتخبنا الوطني في مباراه الجزائر الليله. الناس ابتدت تثق في كروشي. الناس ابتدت تثق. لا هو انا زي ما كنت بقول في بدايه الكلام، هقول برضو بن شرقي 2-1 لمصر، واللي هتألق حسين فيصل وشريف هو اللي هيجيب الجول. كل التوفيق طبعا لرجالتنا النهارده. اللي كنت بقوله واللي ابتديت كلامي بيه يا كابتن احمد، الناس لما بتشوف عرض كويس طبيعي جدا تخليها طموحاتها واملها وتثق، معدلات ثقتها في المنتخب بتاعها. والعرض الاخير الحقيقه كان عرض قوي جدا ورائع جدا. نتمنى ان شاء الله التوفيق. انت ليك توقع في نتيجه النهارده؟ بص المباراه ممكن تروح للتعادل يعني. يعني ممكن المباراه من وجهه نظري ممكن تروح للتعادل. نتمنى التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله، ونتمنى تكون تجربه قويه ومفيده باذن الله. ان شاء الله باذن الله. نورتنا وشرفتنا يا كابتن احمد، نستمتع بيك دايما. شكرا على وجودك معنا، وشكرا لحضراتكم على المتابعه. وما تنسوش مع منتخب مصر مواجهتين ناريتين، ميلان الانتر في مواجهه الريال، والميلان في مواجهه الليفر النهارده في تشامبيونز ليج. وجبه تستمتعوا بيها ان شاء الله، واقابل حضراتكم على كل خير بكره على شاشه الاهلي في السادسه. تحياتي لكم.